وجدد الرئيس السيسي تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ. ووجه الرئيس السيسي نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية. وفي الختام أجدد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، ووجه نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض، موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل.